بمدينة مراكش أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد أن المغرب يعتز بتضمين ديباجة دستوره التنصيص بشكل واضح وقوي على قيم الانفتاح والتسامح والحوار بين الحضارة والأديان. وأشار الوزير في الافتتاح الرسمي لأشغال المؤتمر السنوي 60 للفيدرالية الدولية للصحفيين والكتاب في مجال السياحة المنظم على مدى 3 أيام تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البعد السياحي ورمزيته القوية في مجال التقريب بين الحضارة والشعوب. هذا حدث مهم، استقبال هذا الفئة من المهتمين بالشأن السياحي بفضل المؤسسة العالمية ديال السياحة اللي كيترأسها السيد تيجاني حداد اللي هو صديق واللي هو صديق المغرب واللي هو عنده ارتباط قوي بالمغرب واللي كيترأسها كذلك من الجانب المغربي صحفي متميز اللي هو السي صنهاجي. أنا سعيد جدا بتواجدي في المغرب على رأس هذه المنظمة وهذا المؤتمر الذي تقرر إقامته هنا بمدينة مراكش وبالمغرب بصفة خاصة، وواجب عليها قبل كل شيء أن أتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك محمد السادس على الرعاية التي أعطاها لهذا اللقاء ولهذا المؤتمر، وهذا يدل على أن جلالته يعني يهتم اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي وبالإعلام السياحي. هذه التظاهرة طبعا هي ستدعم الوجهة السياحية المغربية اللي هي في الحقيقة أصبحت وجهة. ويعتبر هذا الحدث المنظم حول السياحة والثقافة أي علاقة وأي مستقبل مناسبة مواتية لإبراز الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالقطاع السياحي، مع إتاحة الفرصة للمشاركين في هذا المؤتمر لاكتشاف عن قرب البنية التحتية السياحية التي تتوفر عليها المملكة. هذا الحدث هو المؤتمر الدولي رقم 60 للفيدرالية العالمية للكتاب والصحفيين السياحيين للجمعية ديالنا هي عضو فيها، وهذا المؤتمر تيدار مرة في السنة باش تجمعوا جميع الصحفيين اللي هما منخرطين في هذه المنظمة العالمية، لأنه كاين 80 جمعية وطنية والجمعيات الوطنية تيختاروا واحد الرئيس عالمي اللي هو السي تيجاني حداد وزير السياحة السابق في المغرب، وتتعمل هذا الكونغري كما قلت من قبل مرة في السنة باش يتاخذوا قرارات. كما يكتسي هذا المؤتمر الذي يروم تسليط الضوء على العلاقة القائمة بين السياحة والثقافة بالإضافة إلى مستقبل هذه العلاقة أهمية خاصة بالنظر إلى نوعية المشاركين الذين يمثلون أزيد من 30 دولة عبر العالم، مما يشكل قيمة مضافة في دعم السياحة التي أصبحت أحد القطاعات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصادات عدة بلدان.